كفاءات تونسية المنتدبة بالخارج في إطار التعاون الفني بنسبة 10% منذ بداية السنة وإلى حدود 30 من سبتمبر المنقذ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وفي العالم، جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم في مجلس الأمن حول الوضع في لبنان. 72 شهيدا، 55 منهم في شمال قطاع غزة في غارة صهيونية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح للأخبار بعدم ورود أي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من فترة الطعون والتي تمتد على مدى 3 أيام. المنصري أضاف أنه في حال عدم تسجيل طعون إلى حدود يوم غد، فإن مجلس الهيئة سيصادق يوم الجمعة على النتائج. لغاية الآن لم يرد على الهيئة أي طعن، وننتظر إذا يوم غد. في صورة ما لم يرد أي طعن تكون النتائج إن شاء الله نهائية، بداية من يوم الجمعة ستتم المصادقة رسميا على هذه النتائج. وفي صورة وجود طعون أكيد وأنه بس ننتظر مآل هذه الطعون استئنافيين وتعقيبيين، والأجال تقريبا المحددة القصوى هي 3 أسابيع. ننتظر يوم غد في صورة عدم وجود طعون، مجلس الهيئة سيجتمع للمصادقة نهائيا على هذه النتائج. يقع إرسال القرار النهائي إلى مجلس نواب الشعب والغرفة الثانية لمجلس الوطن للجهات والأقاليم لتحديد جلسة مشتركة لأداء اليمين بالنسبة لرئيس الجمهورية. ومثلت الاستعدادات للجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب وترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 25 و2000. مثلت محور اجتماع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي انعقد برئاسة عماد الدربالية قرر إحداث لجنة عمل فنية لإعداد وضبط عمل اللجان المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، إضافة إلى العمل على التنسيق مع مجلس نواب الشعب للإعداد لعمل اللجان المشتركة. ودعا مكتب المجلس أعضاءه لمواكبة نشاط اللجان التي انطلقت في العمل منذ مدة وبادرت بالتحضير لتلقي مشاريع ومقترحات القوانين التي تخص مهامها. وتلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية. ومثلت المكالمة فرصة للتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة بين تونس ومصر في كافة المجالات وعلى العزم الثابت والمشترك على مزيد دعمها وتطويرها. لدى معاينته لسير العمل بورشة صيانة لعربات المترو الخفيف خلال زيارة غير معلنة لمستودع المترو الخفيف بمحطة تونس حلق الوادي المرسى، أوصى وزير النقل رشيد عامري بضرورة الترفيع في نسق عمليات الصيانة بالسرعة والنجاعة المرجوتين، خاصة مع ما تزخر به شركة نقل تونس من موارد بشرية تمكنها من تحقيق المطلوبة. وشدد الوزير على ضرورة احترام الأجال التي تم التعهد بها لإعادة تشغيل عربات المترو في طور الصيانة بما من شأنه أن يرفع من نسب الجاهزية، مؤكدا ضرورة إجراء تغييرات على نوافذ عربات المترو لتحسين التهوئة داخل العربات وتحسين ظروف تنقل المسافرين خاصة خلال فترة الحرة. في نفس السياق، أكد المدير المركزي لشبكة الحافلات بشركة نقل تونس نبيل المصمودي في تصريح للإذاعة الوطنية، أكد وصول 75 حافلة مستعملة من فرنسا إلى تونس اليوم، وأشار إلى أنها الدفعة الثالثة من اتفاق لاقتناء 300 حافلة في انتظار دفعة رابعة وأخيرة تصل أخير شهر ديسمبر وتضم 56 حافلة مستعملة. لما وقعت اختيارها من طرف لجنة تاع ارسالها لفرنسا، اختارت الحافلات من احسن الحافلات اللي تم مع البروبوزيت. كما تشوفوا الحاله باهيه تقولوا جيده، هذوما حافلات محافظه على البيئه. هذا السيد لورو سانك احنا نجيبوا السيد لورو تروا، لورو سانك فيه من فوق كاتاليزيك وكاتاليزيك كاتاليزور اللي يطفي الاهواز. نجم نقولوا احنا باش يوقع 70 سيتو حافظ النظام منطقه رواد بالسود، عندنا زاد شويه نقص السود والجي بي سات بيان سور جماعه بربا. مي هذه
دفعة ثالثة، بالذات عندنا دفعة رابعة اللي هي إن شاء الله من هنا أواخر سنة 2024 تخلص، اللي هي تمثل توقف في حافلة، وإن شاء الله بشوفها بعد متابعين النقل على تونس الكبرى. في سياق آخر، رفض المستشار الاقتصادي والناطق باسم الفلاحين فتحي بن خليفة في تصريح للأخبار، أفاد بأن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية طلب الحكومة بتوجيه الدعم من الزيت النباتي إلى زيت زيتون لتمكين التونسيين من الاستفادة أكثر بهذا المنتوج الوطني الصحي ودعما للفلاح التونسي. نداء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ سنوات لتمكين المواطن التونسي من التمتع بخيرات بلاده، مثلا زيت الزيتون، قلنا الدولة تورد كل سنة 180 ألف طن من زيت النباتي وندعمه فيه ما يقارب 320 مليون دينار، اقترحنا نوجه الدعم هذاك لزيت الزيتون التونسي، ندعمه الفلاح التونسي أولا، نحافظ على العملة الصعبة نتاعي ثانيا، إذا لزم نضاعف حتى منحة الدعم ونمتع التونسي من الاستهلاك من 30 ألف طن يتعدى ل 60 ألف طن، فيها فوائد اقتصادية، فيها محافظة على العملة، فيها تشغيل، فيها صحة، فيها برشة جوانب اجتماعية اقتصادية. معلش أنا ندعم في فلاح أجنب 180 ألف طن. اليوم عندنا تجربة تونسية أخرى في الزيوت النباتية اللي هي السلجم الزيتي، بدينا ننجو فيه في تونس وعندنا شركة تونسية تحول سلجم زيتي لزيوت نباتية ذات جودة عالية يجي في الترتيب العالم بعد زيت الزيتون، ندعم تجربة تونسية لإنتاج زيوت نباتية وتمكين المواطن التونسي بالدعم متاع الدولة اللي كان ماشي لزيت نباتي باش هو اللي يستهلك زيت زيتون. تراجع عدد الكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج في إطار التعاون الفني بنسبة 10% منذ بداية سنة 24/2000 وإلى غاية 30 من سبتمبر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق إحصاءات نشرتها اليوم الوكالة التونسية للتعاون الفني. وتصدرت كل من ألمانيا وكندا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية إلى غاية 30 من سبتمبر الماضي، حيث تم انتداب 542 تونسيا بألمانيا أغلبهم في قطاع التمريض، و520 تونسيا أيضا بكندا في مختلف الاختصاصات. كما استقطب قطاع الصحة أكبر عدد من الانتدابات ب 1022 إطارا طبيا وشبه طبي، أي ما يعادل 41% من مجموع الانتدابات. تتواصل بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للحرفيين من حاملي الإعاقة لفائدة 20 شخصا من هذه الفئة من مختلف الجهات والولايات. المنسق الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بتونس محمود غرسلة أكد أن التظاهرة تهدف إلى مساعدة الحرفيين من أصحاب الإعاقة على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتمكينهم من ترويج منتوجاتهم. في إطار تنفيذ برنامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية المتعلق بالترويج للمنتوج الحرفي التقليدي ولمزيد دعم الحرفيين من زاوية الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، الديواني نظم تظاهرة ترويجية لفائدة عدد 20 من الحرفيين هذوما لتمكينهم من ترويج منتوجهم، التعايش بمساعدتهم وياخذ بيديهم في آخر الأمر. التظاهرة هذه بدأت من نهار 7 وتنتهي يوم 12 أكتوبر في قاعة الأخبار بالعاصمة. الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة دورها تقام كل سنة، وديوان حريص على مساعدة هذه الفئة وإتاحة الفرصة لهم لترويج منتوجهم والتعريف به. استأنف اليوم نادي ليغو روبوتيك بمدينة العلوم أنشطته الموجهة إلى الأطفال، وذلك بصفة دورية كل يوم أربعاء وجمعة. وفي حديث للزميلة تبر نعيمي بين المكلف بالإعلام بالمدينة حسن الطهرية أن أنشطة النادي التي يشرف عليها مختصون تهدف إلى تحفيز الأطفال على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وتشجيعهم على الإبداع والابتكار. انطلق اليوم دورة جديدة من نادي ليغو روبوتيكس موجه للأطفال اللي تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة. فما زوز مواعيد متاع النادي هدايا، موعد يوم الأربعاء وموعد آخر يوم الجمعة. النادي هدايا يشرف عليه مختصين في الروبوتيك. تنظيم النادي هدايا يندرج في إطار حرص مدينة العلوم بتونس إنها تحفز الأطفال بصفة خاصة إنهم يهتموا أكثر فأكثر بالعلوم والتكنولوجيا. النادي هدايا فرصة
هي استكشاف مهارات الفئة العمرية الصغيرة هذه بأنهم يبدعوا ويوليوا يتعلموا ويفكروا بمنهجية، وكذلك هو مساحة لابتكار وأنهم يتعودوا كذلك على العمل الجماعي في مشاريع تكنولوجية يقدموها في اختتام التدريب هذا اللي يتواصل حتى نهاية العام. تنظم الجامعة التونسية للسيارات وعدد من الشركاء غدا تظاهرات رالي السيارات السياحية، وذلك بمشاركة 27 أجنبي وستة تونسيين. رالي سيجوب مناطق مختلفة من التراب التونسي وفق الكاتبة العامة للجامعة التونسية للسيارات أحلام بوعفيف. عضوة تنطلق الجولة السياحية التونسية أون فيديت في دورتها الأولى، تظاهرة سياحية بامتياز شارك فيها 27 أجنبي وستة توانسة. تنطلق بداية من الميناء يتجهوا مباشرة نحو دمرت، ثم بنزرت، ثم طبرقة، من طبرقة ثم القروين، قفصة، ثم توزر، دوز في الصحراء، بعد جربة، صفاقس، جولة سياحية في جزيرة قرقمة زادة، ورجوع سوسة، والاختتام مرة أخرى في تونس، والعودة ستكون يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024. مشاركين أجانب الأغلبية الكلهم من جنسية فرنسية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. وفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى الجبهة اللبنانية، وصلت إسرائيل اليوم قصف عدة بلدات في جنوب لبنان في إطار حربها التي بدأتها على هذا البلد في 23 من سبتمبر الماضية، بالتزامن مع إعلان حزب الله تصديه لمحاولات قوات العدو التوغل داخل عدة بلدات جنوبية واستهدافه معسكرات ومستوطنات إسرائيلية. يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يبحث فيه مجلس الأمن الدولي في إطار جلسة عامة الوضع في لبنان. هجر حماص. غارة عنيفة شنها الطيران الحربي الصهيوني بعد ظهر اليوم استهدفت عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان، أبرزها الناقورة وعيت الشعب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم مسعفون. ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد استشهد 2141 لبنانيا وأصيب 10099 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 8 أكتوبر من العام الماضي. في المقابل قال حزب الله إن عناصره استهدفوا بالقذائف المدفعية والمسيرات قوات من المشاة الإسرائيلية لدى محاولتها التقدم إلى ميس الجبل واللابونة ومارون الراس والمشيرفة في جنوب لبنان وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف عناصرها. كما قصف حزب الله بصواريخ مواقع عسكرية صهيونية ومستوطنات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال جيش الاحتلال إن دفاعاته رصدت إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان في اتجاه إسرائيل، وأقر بمقتل مستوطنين اثنين وإصابة 6 آخرين إثر سقوط صواريخ على كريات شمونة وخليج حيفا وصفد. دبلوماسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة طارئة حول الوضع في لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي على هذا البلد. جلسة تأتي في وقت أكد فيه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم أن المساعي العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ما تزال مستمرة، لكن تعنت إسرائيل وسعيها إلى تحقيق مكاسب تحول دون نجاحها. وأشار إلى أن الجهود الدولية تهدف إلى الضغط من أجل التوصل إلى هدنة مؤقتة تتيح بحث الخطوات السياسية الأساسية لوقف التصعيد الحالي، ولا سيما التطبيق الكامل للقرار الأممي الأخير الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية. بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم جولة في منطقة الخليج العربي تهدف إلى بحث العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وغزة. جولة تأتي وسط أنباء عن سعي طهران للتأكد من عدم سماح الدول الخليجية لإسرائيل باستخدام أراضيها أو القواعد العسكرية لضرب إيران. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لحاتم كريسعان. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان محادثات تناولت العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وغزة. جاء ذلك خلال زيارة عراقجي اليوم إلى السعودية في إطار جولته الحالية في منطقة الخليج التي تشمل بالخصوص قطر. جولة تأتي في وقت كشف فيه مسؤول إيراني كبير أن طهران أبلغت الدول الخليجية بأنه من غير المعقول أن تسمح هذه الدول بأن يستخدم مجالها الجوي أو أن تستخدم القواعد العسكرية على أراضيها لضرب
بالأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن أي تحرك من هذا القبيل سيستدعي ردا من قبل طهران. في غضون ذلك، نقل موقع إكسيوس الإخبار الأمريكي أن الرئيس جو بايدن أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت خطط ضرب إيران. وأشار الموقع إلى أن الجانب الأمريكي يريد التأكد من أن تل أبيب ستهاجم أهدافا مهمة في إيران على أن لا يكون الهجوم مبالغا فيه. وسبق أن صرح الرئيس جو بايدن بأنه يتعين على إسرائيل أن تختار بدائل أخرى لا تشمل ضرب منشآت النفط الإيرانية، معتبرا أن أي هجوم من هذا القبيل سيرفع حتما أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وفيما توعد نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي الأخير على الكيان الصهيوني، أكدت طهران أن أي رد انتقامي من تل أبيب سيقابل بدمار هائل، ما أثار المخاوف من اندلاع حرب أوسع في المنطقة قد تنجر إليها الولايات المتحدة. وفي غزة، استشهد منذ فجر اليوم 72 فلسطينيا في غارات صهيونية على قطاع غزة، 55 من بينهم شمالي القطاع، وفق ما أكدته مصادر طبية فلسطينية. يأتي ذلك بينما نفذت المقاومة عدة عمليات ضد قوات الاحتلال أسفرت عن قتيلين ومصابين. كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا غرب معسكر جباليا شمالي غزة بقذيفة اليسير 105. وفي الأثناء، أصيب اليوم عدد من الصحفيين شمالي قطاع غزة في قصف للاحتلال استهدفهم بشكل مباشر، من بينهم مصور قناة الجزيرة فادي وحيدي الذي أصيب بطلق ناري في العمود الفقري. نقطة وختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. ترتيبات الجلسة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، محور اجتماع بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تراجع عدد الكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج في إطار التعاون الفني بنسبة 10% منذ بداية السنة وإلى حدود 30 من سبتمبر المنقضي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وفي العالم، جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم في مجلس الأمن حول الوضع في لبنان، 72 شهيد و55 منهم في شمال قطاع غزة في غارات صهيونية على قطاع غزة. إلى اللقاء.